ما زلنا في اولمبياد المتوسط والبطوله اللي حصل يعني او حصد فيها دوره العاب البحر المتوسط اللي فاز بيها عدد كبير من اللاعبين المصريين، الطالبه ايضا شرويت جابر رغم ان هي لسه بتدرس في الجامعه الا ان هي قدرت ان يكون ليها بصمه كبيره جدا في رياضه سلاح سيف المبارزه. مؤخرا قدرت ان هي تحصل على الميداليه الذهبيه وبطوله افريقيا للمبارزه ضمن منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزه المقامه في مدينه كازابلانكا في المغرب. معانا على الهاتف الدكتوره سلوى عبد الله والده البطله شرويت جابر الحاصله على الميداليه الذهبيه وبطوله افريقيا للمبارزه ضمن منتخب مصر للسيدات. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح النور. الف مبروك ويعني خبر جميل، كل سنه وحضرتك طيبه الاول. وحضرتك بالصحه والسلامه، اهلا وسهلا. رياضة مبارزة السلاح بتعتبر من الألعاب يعني ممكن نقول عليها الألعاب الشهيدة أو الألعاب الغير شعبية في مصر، كان إيه السبب وراء اختيار شرويت لهذه اللعبة تحديدا وكنت متوقعة إن هي فعلا تحقق البطولات دي؟ والله يعني هي شرويت طول عمرها شاطرة جدا وذكية ويعني بتحب إن هي تجرب كل حاجة. هي أول ما بدأت فعلا بدأت بألعاب كتيرة وسباحة وراحت حتى ألعاب قتالية وحاجات كده، بس في الآخر خالص السلاح هي اللي اختارته، يعني هي اللي اختارت السلاح بنفسها. وعلى فكرة هي أخواتها كلهم بيلعبوا سلاح، يعني هم أربعة، عندي بنتين سلوى جابر وشرويت جابر، وعندي محمد وأحمد، الأربعة بيلعبوا سلاح. فهي سبق في العيلة يعني كلها كله بيلعب سلاح. هي يعني اول حاجه مبروك لشروات، وعايزه اعرف منكم بقى انتوا كاسره اخواتها كلهم بيلعبوا سلاح ازاي بتدعموهم كاب وام؟ يعني الموضوع اكيد صعب، تمرينات كتير طول الوقت مع الدراسه، ليهم لايف ستايل معين، ليهم اكل معين، ازاي انتوا بتقوموا بدعم اولادكم؟ وخليني اقول شروات ازاي دعمتوها لغايه ما قدرت ان هي توصل للميداليه الذهبيه؟ زي ما حضرتك قلتي هو الموضوع صعب فعلا، مخصوصا لما يكون عندك اربعه بيلعبوا سلاح في البيت. هي لعبه طبعا برضو مكلفه، لعبه فيها يعني مجهود كبير لان التمرين بتاعها بياخد وقت طويل جدا. هي شرويت كانت حباها من الاول، وكان بالنسبه لها يعني الدراسه مع الكليه دي حاجه بالنسبه لها، كليه الصيدله كانت حاجه صعبه جدا، لكن هي بدات ان هي يعني ايه من وهي صغيره بتلعب اللعبه، فلما كبرت يعني تمسكت باللعبه دي اكتر، وكانت بتنظم وقتها بين التمرين وبين ان هي تكمل في السلاح. بس يعني كده كلنا كنا بندعم، البيت كله كان بيدعمها. أكيد كان في صعوبات بتواجهها شرويت، يعني إيه هي أبرزها من أول ما بدأت اللعبة؟ يعني أكيد بنت وفي كلية الصيدلة ورياضة، يعني في النهاية هي رياضة قتالية، يعني وإن كانت يعني ما كانش فيها يعني تلامس أو ما فيهاش عنف، بس هي في النهاية برضه رياضة قتالية. بالظبط، هي رياضة قتالية، يعني هي فيها هي مش خطر، لكن هي ممكن بيبقى فيه شوية أخطاء ممكن تعمل لها مشاكل. يعني أنا بفتكر مرة إنها كانت لابسة ماسك، يمكن الماسك ما كانش يعني مظبوط قوي أو كان يعني ضعيف شوية، فكانت بتتمرن، ففي التمرين بتاعها السلاح اللي قدامها يعني دخل في الماسك عند ناحية السنان، فكسر لها السنان اللي هي الأولانية. فكان بالنسبة لها برضو، أنا بالنسبة لي اتخضيت جدا، يعني إن الموضوع كان بالنسبة لي صعب. فهي فيها برضو بعض الأخطار، يعني هي مش هنقول إنها مش خطرة خالص، لكن لازم يبقى كل حاجة عليها يعني نشوفها مظبوطة، سواء بقى البدلة، الماسك، السلاح نفسه، كل حاجة لازم تبقى مظبوطة في اللعبة دي بالذات. احنا كنا بندعمها طبعا، هي كانت بتنظم وقتها زي ما قلت لحضرتك، هي كانت بالنسبة لها صعبة برضو الكلية بتاعتها لأنها فيها عملي أكتر كمان من نظري، وكانت لازم تحضر كتير، وكانت بتضطر في بعض الأوقات إنها تأجل امتحاناتها. يعني كانت راحت الأفريقية، اللي هي يعني مش الأفريقية دي اللي كانت قبل كده كذا مرة، اضطرت إن هي تأجل امتحاناتها للترم الثاني، وكان بالنسبة لها الموضوع برضو يعني بياخد منها مجهود، بياخد منها وقت، بس الحمد لله هي شرويت طول عمرها شاطرة وذكية، فالحمد لله يعني قدرت تمشي في الحاجتين. هل في منافسة بينها وبين إخواتها؟ الإخوات الأربعة بيتنافسوا في البيت مثلا، حتى في روح المنافسة كده ما بينهم؟ اكيد طبعا، يعني انا برضو هذكر لحضرتك انه ان سلوى وشرويت قابلوا بعض في الثانويه العامه، يعني هم كانت وقتها سلوى في الثانويه العامه اللي هي الكبيره، وشرويت كانت يعني في نهائي افريقيا، هما الاثنين اول وثاني قابلوا بعض، فكان طبعا احنا ما كناش عارفين نشجع مين، يعني احنا كنا نتمنى اللعبه الحلوه
بالظبط كده. فالحمد لله كانت سلوى وقتها ثانويه عامه هي اللي جابت الاول، وكانت وقتها شروق جاب الثاني، بس يعني الحمد لله احنا انبسطنا طبعا بالنتيجه ديت، لان هما الاثنين حققوا ميداليتين لمصر يعني ذهبيه وفضيه، فكنا برضو مبسوطين الحمد لله يعني. احنا فرحانين بيكوا قوي والله، وفرحانين بالبيت اللي مطلع الابطال دول، وان انتم مهتمين بيهم. وانا عارفه انه عليكي كأم وكأب اكيد صعب جدا انكم يعني تقدروا تعملوا كده، يعني انا عارفه من اول التمارين لغايه الاكل لغايه مذاكرتهم كل الحاجات دي انا متاكده انه كان ضغط عليكم، لكن انتوا تحملتوا مسؤوليه صعبه وربنا كافئكم بيها. الحمد لله الحمد لله. يعني الواحد لما بيشوف النتيجه دي اللي الانسان بيشوفها في ولاده، دي بالنسبه له يعني حاجه جميله جدا وبيشكر ربنا عليها يعني. فالحمد لله يعني انا اتمنى ان هم يفضلوا بنفس كده ويوصلوا للاولمبياد ويوصلوا لحاجات احسن، ودعواتكم لينا بقى في البطوله اللي جايه دي ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا دكتوره سلوى عبد الله والده اللاعب شروات جابر الحاصله على الميداليه الذهبيه للسلاح في مدينه كازابلانكا، شكرا ليكي.